السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نقترح لكم هذا السريد للروميه اللي كتجي على هذا الشكل. كيجيو فيه ثلاثه ديال لي بغاس، شي حاجه اللي انيقه وزوينه ورائعه الديزاين ديالها. يا سلام، غنحاول البنات نوري لكم عن قرب باش تبان لكم مزيان. السرتله ديالنا كتجي على هذا الشكل البنات، كيجي فيها هكا هذا الديزاين من الوسط اللي فيه هذه الحجرات في ديال بيان سيغتي، مع هذا الديزاين في الجناب هذه لي كولور بالاحمر والخضر اللي فيه مد لابونس. يا سلام، كيجي البغاس ديالنا على هذا الشكل من الجنب، من اللور كيجيو بحال هكا، عندها هاد السيكوريتي اللي كتحل منها. فوالا من الداخل كيف كتجي، كتجي سريتله اللي خفيفه وزوينه اللي غنحاول دابا نوريها لكم ملبوسه. السريتله ديالنا البنات ملبوسه، كتجي على هاد الشكل، شي حاجه اللي غزاله وزوينه. عن قرب الديزاين ديالها كيجي بحال هكا، سريتله اللي غزاله وزوينه وبخاتيك، تقدري تلبسيها شاك جو، تقدري تلبسي واحد ولا ثلاثه على حسب لو شوا ديالك. كتجي انيقه، ويا سلام. اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون ديالها كاملين كاينين في لابار دانفورماسيون. بالصحه والراحه، وما تنساوش مجوهرات فاتين دايبي حتى عندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا، وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك. و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.